انا اسمي سعيد محسن عبد الغني، ده اسمي بالكامل. شغال في مطبعة دي باب الخلق، اسمها مطبعة السعادة. سني 17 سنة، ومتأمن عليا من الشغل دلوقتي. هما مسكوني من عند الجامعة الأمريكانية، كنت واقف مع المظاهرين بحذف طوب معاهم، لقيتهم كلهم جري وانا واقف بضرب طوب، لقيتهم قاموا لافيني من الشارع التاني، قاموا ماسكيني 7 عساكر بيضربوا فيا، قاموا موديني للجيش. الجيش غم عينيا، مركبنيش عربيات، مشينها حتة كده طويلة بس دي الوزارة، وفي ناس ميتة جوا كتير كتير أوي 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 أوي. أول ما دخلنا جوا اتعذبنا، كهربا دوسوا على دماغنا بالجزم، وعصيان العصيان اللي هي السودة دي بتاعتهم بقوا يضربوا بيها على ظهرنا، لعونا ملط خالص جوا، وناس ميتة كتير 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 مش عايزين يطلعوها. الريحة باينة. احنا لولا الشيخ الازهر ده وان هو اللي مطلعنا، كنا فاضلنا 2 ساعة ونموت، قاعدين 3 ايام من غير اكل ولا شرب. الناس بتموت من قلة الاكل والشرب، محبوسين والله، وربنا محبوسين. انتوا مش مصدقين ربنا، وربنا زي ما بكلمك كده تعذبنا جوه جوه، متنا يعني. كان فاضل لنا 2 ساعة ونموت خلاص، ترمينا على الارض. كل اللي كان عنده كلمة اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. اللي يتكلم بيضربوه. انا بقول له بس بعد اذن حضرتك عايز اخش الحمام، بقول لي اعملها على نفسك اكس امك. ام دخل 3 عساكر علي، ام دغدغني، بس هما لابسين جيش مش داخلية، لابسين جيش والله، لبس جيش وضرب وكهربا. ده اللي كان بيغمض عينه كده ينام كانوا بيكهربوه، كانش في نوم. انا والله العظيم بنام دلوقتي بقوم بمفضوع. انا عايزين نشوف حل مع الناس الميتة اللي جوه ديني نطلعها. والله ناس ميتة جوه وناس محبوسها كتير بتموت من قلة الاكل والشرب. دي كهربا دي، وهنا وفي صدري وفي ظهري النقط الحمراء دي كهربا، شوفها كمان. موتونا 3 ايام من غير اكل ولا شرب. بقول لك فاضل لنا 2 ساعة ونموت خلاص. والله العظيم لو كان ادى كل واحد فينا طلقه كان احسن، كان اريح بدل التعذيب ده كله. اللي كان عايز ياكل بيضربوه بالخرزانه وكهربوه، واللي كان عايز يخش الحمام نفس النظام، قول له مفيش اكل مفيش شرب، كهربوه ضربوه بالرجول على دماغنا. حط ايدك على دماغي وانت تشوف دماغها عامله ازاي. الامن المركزي هو اللي واخد مني التليفون والحاجه دي كلها، مش الجيش. الجيش هو اللي عامل فيها كده، الجيش هو اللي معذبني كده. ده كل ده كهربا، هنا بردك كهربا، اهي نعمل ايه؟ وربنا ضرب موت. قول لي انت بقى نعمل ايه؟